تخيل أنك تريد السفر إلى الفضاء وترى كل شيء في عالم الفضاء من نجوم وكواكب وثقوب سوداء. كل ذلك لابد عن طريقتين: الذهاب إلى الفضاء بواسطة المركبات الفضائية، أو متابعة ومشاهدة حلقات دردشة علمية. حلقتنا النهاردة عن المركبات الفضائية. أهلا بكم مع العالم الصغير. علشان نعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها لازم نعرف يعني ايه المركبة الفضائية. المركبة الفضائية هي اي شيء مصنوع بيد البشر يمكن ارساله الى الفضاء لتنفيذ مهمة ما، فقد تكون عبارة عن اقمار اتصالات بسيطة ترسل لنا المعلومات من جميع انحاء العالم، وقد تكون ايضا مركبات ومحطات مأهولة يمكن للبشر العيش فيها. سبوتنيك 1 هو اول مركبة فضاء دارت حول الارض. ظل سبوتنيك يدور حول الارض لمدة 3 شهور في عام 1957. كان الروس بحاجة الى صاروخ ضخم ليرفعوا المركبة الفضائية سبوتنيك 1، لذلك صنعوا صاروخ اسمه R7. كانت محركات هذا الصاروخ تحرق الأكسجين والوقود حتى ينتج عادم. هذا العادم يرفع المركبة الفضائية والصاروخ إلى الفضاء. أما عن رحلة سبوتنيك، فظل سبوتنيك يدور حول الأرض لمدة 92 يوم إلى أن تم تخليص بطارياته، وكان يتحرك سبوتنيك بسرعة 29,000 كيلومتر. فوستوك 1 هو أول صاروخ حمل إنسان إلى الفضاء، وكان هذا الإنسان يسمى بيوري جاجارين. كان تصميم صاروخ فوستوك 1 شبيها للغاية بصاروخ R7، وكان الروس بحاجة إلى كبسولة تسمى KE3 لتحمل يوري جاجارين في فضاء وفي مدار الأرض. وكان هناك 3 مراحل. المرحلة الأولى 4 صواريخ معززة أحرقت وقودها بعد دقيقتين ثم سقطت. المرحلة الثانية توهج المحرك المركزي لمدة 30 ثانية ثم تم إفلاته. المرحلة الثالثة الجزء الأخير أو المتبقي من المركبة بسرعة 8 كيلومتر في الدقيقة، وبعد 10 دقائق من الطيران تحررت كبسولة KE3 إلى المدار. ساترن 5 هو الصاروخ الخاص برحلة أبولو 11 التي كانت تحتوي على مركبة القيادة كولومبيا ومركبة القمرية إيجل التي استخدموها للوصول إلى القمر. تفاصيل عن ساترن 5 هو أحد أسباب نجاح مهمة أبولو 11، لأنه كان من أطول وأثقل الصواريخ وله 3 مراحل. المرحلة الأولى 5 محركات F1 التي كانت لها حجرة احتراق للوقود، وعندما يخلص هذا الوقود تسقط الحجرة في الفضاء. المرحلة الثانية 5 محركات J2 تحتوي على وقود من الأكسجين والهيدروجين في الحالة السائلة، وكانت برودة الطبقات العليا للغلاف الجوي تساعد في الحفاظ على الأكسجين والهيدروجين في حالتهم السائلة. المرحلة الثالثة عندما تدخل المركبة الفضائية في المدار الخاص بكوكب الأرض تتوقف وتراء القمر، وبعد ذلك تشتغل المحركات وتتحرر المركبة كولومبيا من الصاروخ وتحمل مركبة أخرى ثم تهبط على القمر. هل تعلم أن عدد الأشخاص الذين شاهدوا الهبوط على القمر 600 مليون؟ المركبة الطوافة للقمر. استخدمت المركبة الطوافة في 3 مهمات من أبولو: أبولو 15، أبولو 16، أبولو 17. في كل من 1971 1972، وتم تصميمها لتتحرك وتمشي على سطح القمر وهي متينة وتتكيف مع سطحه. سؤال هنقوله لنفسنا:
كيف ننقل المركبات الطوافة إلى القمر عن طريق المركبة الفضائية؟ 1- هنفتح المركبة الخاصة لرواد الفضاء، وبعد ذلك هنفتح المركبة ونخرج العجلات الأمامية. 3- حاجة هتنخفض المركبة وتخرج العجلات الخلفية. 4- يسحب رواد الفضاء الطوافة لتخرج من المركبة القمرية، ثم يمشي رائد الفضاء بالمركبة على سطح القمر. فوياجر 1 و2، تم إطلاق مركبتي الفضاء فوياجر 1 و2 عام 1977، وكانوا من أعظم إنجازات البشرية في هذه الحقبة، لأنهم تخطوا المجموعة الشمسية والآن يسبحون في الفضاء البينجمي. وكانت لهم مهمات أساسية مثل المرور بكواكب عديدة مثل المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، واكتشاف أقمار جديدة. أما عن مصدر الطاقة، تتمتع المركبتان الفضائيتان ويجر 1 و2 بطاقة قليلة جدا، رغم أن رحلتهما هي الأطول، ويتم تزويدهما بالطاقة بواسطة مولدات كهروحرارية تعمل بنظائر مشعة، وتستخدم هذه المولدات مزودات حرارية، وهي عبارة عن قطعتين من الأسلاك من معدنين مختلفين يتم تسخينهما باستخدام البلوتونيوم المعدني المشع. وعندما ترتفع الحرارة هذه المولدات بدرجات مختلفة تنتج طاقة بين الأسلاك، يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية. ومصدر الطاقة هذا لا يحتاج أجزاء متحركة، وستظل هذه المولدات تولد الطاقة إلى عام 2020، وبعد ذلك ستطفو المركبتان فوياجر 1 و2 في الفضاء، ولكنهما ستبقيان في نفس المسار. تلسكوب هابل الفضائي. تم إطلاق تلسكوب هابل عام 1990، وهو يعتبر أكثر تلسكوب يعطينا صورا عن الكون، ويسمى أيضا بعين الكون. ويعتمد تلسكوب هابل على عاكس يسمى كاس جرين. عاكس كاس جرين يعتمد على مرآة مقعرة ومرآة محدبة، وهاتان المرآتان تعكسان الصورة الخارجية، ثم تقومان بتوجيهها إلى الكمبيوتر الموجود داخل التلسكوب. وسمي تلسكوب هابل نسبة للعالم هابل الذي اكتشف وجود مجرات خارج درب التبانة. ويستطيع تلسكوب رؤية المسافات البعيدة في الفضاء بوضوح شديد. سؤال هيجي في بالنا، كيف يرسل تلسكوب هابل المعلومات إلى الأرض؟ يرسل تلسكوب هابل المعلومات إلى القمر صناعي، ثم إلى محطة أرضية، وبعد ذلك إلى جودارد، وأخيرا إلى مقر هابل. محطة الفضاء الدولية. تم تصميم محطة الفضاء الدولية ليعيش فيها الإنسان ويعمل فيها لمدة طويلة من الوقت، وهو في حالة انعدام الجاذبية، وهي تابعة لوكالة ناسا و15 وكالة فضاء أخرى. بدأت عملية إنشاء هذه المحطة عام 1998، ولذلك تم إرسال 115 رحلة لإرسال بقية القطع لإكمال بنائها. وتحتوي المحطة على 58 غرفة، وكانت تشمل مختبرات ومكان للرياضة وكل ما يحتاجه الفريق، حتى الحمام، وعملوا فيها التجارب مثل زراعة النباتات ودراسة النار ودراسة تأثيرات العيش في ظروف انعدام الجاذبية. تتكون المحطة من حجرات التي تعيش فيها رواد الفضاء، هي تكون اسطوانية أو كروية الشكل. اللوحات التي تحمل الخلايا الشمسية المسطحة والعريضة، ويتجمع عدد كبير من الطاقة الشمسية. 3- الحجرات المركزية واللوحات الشمسية هي مصنوعة من التيتانيوم الثلاثي، وتستخدم في بناء الجسور بسبب بنيتها.
وقفتان المريخ سبريت وأوبرتينيتي لقد أرسلتهم وكالة ناسا عام 2003 لدراسة الصخور والمعادن على كوكب المريخ والبحث عن وجود ماء، وقد تم تصميمهم ليتكيفوا مع سطح المريخ وبيئته. مراحل الهبوط وله 6 مراحل. 1 الكبسولة وهي تدخل الغلاف الجوي للمريخ. 2 المظلات والصواريخ تخفف من سرعة الكبسولة. 3 الأكياس الهوائية تنتفخ. 4 الحجرة تهبط وتقفز. 5 الأكياس الهوائية تفرغ والحجرة تنفتح. 6 مستعدة للانطلاق. لقد أرسلت الطوافتان صور إلى الأرض عن طريق جهاز إرسال راديو، واكتشفوا غبار مغناطيسي ونيازك ووجود دليل على وجود ماء، وأنهت سبريت التواصل مع الأرض عام 2010، ولكن أوبرتينيتي ما زالت تواصل الطواف وأرسلت صورة عام 2015 عن فوهة كبيرة. دي كانت حلقتنا النهاردة، وفي النهاية هي بداية لحلقات أخرى. كان معكم العالم الصغير من قناة دردشة علمية.